نحن هربانين من اسرائيل، بنهرب من دولتنا كمان، وين بدنا نروح؟ بعد مفتوح، لا بعد مفتوح، يلا روح، يلا مفتوح. الحرسان ضربوا النسوان، والله نسوان شعرات ولا برا. الحرسان ضربونا، حنا نسوان بعيوني وضربوني لك الدم والله. ولا حمود. أنا من جنوب، من حولة، نزحت من حولة على أبريخة، ومن أبريخة وقعدنا ومشي حالنا لحد ما إجا بلش الضرب على أبريخة ونزحنا، إجينا على لهون على الضاحية، ما كان في مجال نبقى بالضاحية، نزلنا على ساحة الشهداء، قعدنا بساحة الشهداء، بقينا قاعدين ساحة الشهداء كذا يوم، ونمنا بالشارع عم نبرم، شفنا هذا المبنى مفتوح. فاجينا مثلنا مثل هالسكان هالمبنى وطلعنا، كان البيت خراب، كان الغرف خرابه، عزلنا ونظفنا، لكن في مي، لكن في كهرباء، لكن في صرف صحي، كله اشتغلناه وزبطناه وقعدنا. واجت صاحبه المبنى وقال ما حدا له معكم وبتقعدوا لتنحل الازمه. فجاه تنقلب علينا وبتقول انه بدكم تفضوا المبنى وبتبعث لنا الدرك. لما صار التهديد بالإخلاق ما كان هو إخلاق رسمي مكتوب، قدرنا نكون عم نشوف توقيع أغلبية المالكين، لأنه حسب الإفادة العقارية هذا المبنى باسم 13 مالك، فنحن بعد ما بنعرف الإخلاق مين طلع على القرار، وبس بعده شيء شفهي. وحتى لو في قرار رسمي بالإخلاق ما بيحق لها القوة الأمنية بالعادة، وسهلة بوقت حرب إنه تكون عم بتهدد باستخدام القوة، وهذا الشيء اللي صار. وإذا بده يصير في إخلاق لازم يكون في توفير بدائل آمنة وملائمة للسكن. يعني نحن هذا المبنى اللي هن عرضوا للعيال هون هو مبنى بمنطقة غير آمنة، غير مؤهل، وضع مزري جدا، ما بيساع حتى نصف العدد الموجود يلي موجود هون. أول ضربة أول غارة عملوها بالضيعة تقريبا، ضربوا ساحة العين. هي السيسي هربانة من الحد، مثلنا مثل السيسي. لا لا أكلت ضربة، أكلت ضربة. ضربوا المسيرة؟ إيه والله ضربوها، هي مصدومة.